جملة تأملات في سورة النور. عمر الفقر ما يمنع من الجواز، لكن احنا الدنيا خدتنا تبتدي العروسة تتدلل وجابوها يسأل بتاخد كام، تشتغل فين، عندك شقة، عندك حباب، عندك زفت، ويسألك بعد كده عن حباب وعن زفت، وتفضل البيت يعني وما بتتجوزش، وتقول لك يجيلي العريس هو يسيبني نسيبه ومعمول عمل، وتروح للدجالين ويقول لها ايه القانون بيحبك، بلاوي زلق بلاوي زلق. شوف ربنا بيقول ايه، خد بالك اسمع وتامل، الاباء والامهات يسمعوا وتاملوا عشان هيزعلوا قوي وهيندموا قوي. خد بالك، وانكحهم اياما من اياما جمع ايم، الايم من لا زوج له، رجل كان او امراه، بيقول رجل ايم وامراه ايم، كانت الرجل عاقل وامراه عاقل وكانت امراه عاقل. خد بالك، الايم من لا زوج له، رجل كان او ايه او وانكحوا الايام منكم جلدوهم، ده بيقول لك جوز جوز اللي ملوش، اللي مش متجوزين جلدوهم، اللي مش متجوزين جلدوهم، والصالحين من عبادكم وامائكم حتى روحي الحبيب ملك اليمين الحبيب درجوهم، مش الحرام ده بقى كله ان يكونوا في كل ان يكون حبيبنا لك ما تبنيش به ما اشرف صدوهم ما اشرف ما يكون فقير العريس فسنوه ان يكونوا في قراء يؤذيهم الله من فضل ده قرار قرار ممن يملك اصدار القرار وتنفيذه ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لكن للاسف